نعاودوا برك نوضحوا عفسه خفيفه. عايده عبابسه اللي كانت بدات في التمثيل ودخلت للساحه يعني نقولوا حتى التمثيل كان في عمرك 55 سنه مانيش غلط 56 سنه يعني بعد ما ولات من مصر اللي كانت قرات لتما وجات افيك دي ديبلوم قريت في الجزائر ريتي في الجزائر طب اسنان في الجزائر داكو اون بعد ابري ا 32 ans à 30 ans وقيله جو سو بارتي ان ايجيبت داكو ومن بعد تما ثاني تعلمتي واستيرفتي اكثر ودخلتي في درست اشياء ثانيه فوالا دونك مانيش غلط درستي اشياء ما في مصر دونك كانت مام في جامعه الدول العربيه مانيش غلط صح دونك العوده تاعها الجزائر كانت افيك دي باجاج انتيليكتويل بارفي باش تشوفوا باللي يعني ممثله معمره يعني فيها كلش دونك بالك هذاك الوقت كان لو توغ تاعها ما عجبهاش الجزائر ولا